محمد محمد ايوه يا شمال، في ايه؟ محمد انا عملت الاكل خلاص ووطيت عليه، انت بس خد بالك منه ولما يخلص طفي عليه. انا هنزل اروح السوبر ماركت اشتري حاجات وارجع. لا ما تقلقيش، روحي انتي وخلصي حاجتك وانا هخلي بالي على البيت. تمام. محمد خلي بالك، ها خلي بالك على الاكل اللي على النار وخلي بالك من البيت. واحد يخش ياخد له بقى رش دلوقتي. معلش حبيبتي، معلش معلش. محمد انا سهرانه طول الليل مع رانسي وتعبانه، السخونيه ما نمتهاش طول الليل والترجيع، وانا خلاص فصلت مش قادره والدواء فاضل له ساعه، فمعلش هدخل انا اريح وانت خد بالك منها بس، وبعد ساعه اديها الدواء. بس الله يخليك بلاش تهمل، وبدل ما تهتم بنفسك طول الوقت اهتم ببنتك شويه لو سمحت، خلي بالك عليها. محمد محمد انت طبعا مش إيه؟ سامعني ومش مركز. انا قلت لك ايه؟ لا فهمت. طب انا قلت ايه؟ أوكي. مش رانسي عيانه وبعدين وانا هقعد معاها شفت شفت اقعد معاها شويه. ايه تقعد معاها شويه؟ قلت لك دواها فاضل له ساعه اديهولها، انا تعبانه سهرانه معاها طول الليل مش قادره خلاص اقعد في صلب. خلاص يا حبيبتي الف سلام عليكي، اتفضلي انت نامي، روحي نامي. طب اهتم بيها شويه. حاضر في عينيا. دي بنتي. بدل ما انت عمال تهتم بنفسك بس. دي بنتي، دي بنتي ما تخافيش ما تخافيش. طب يا ريت. روحي. حاضر ماشي. حاضر. اما اقوم انام انا بقى. لسه نص ساعة على ميعاد الدواء. طب انا اعمل ايه؟ ادخل اتفرج على فيلم على نتفليكس. نص ساعة كده لحد بيجي معاد الدواء، وبعد كده ايه اكمل الفيلم. جامد اوي الفيلم ده. In the 1994 genocide in Rwanda, over 800,000 people died. يا عيني يا عيني. وادي قاعدة. البنت بلا سخنة كده ليه؟ رانسي 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 رنوسة رانسي، هو انت سخنة ليه كده؟ انت ما خدتيش الدواء ولا ايه؟ بابا ما اداكيش الدواء؟ انت فات 3 ساعات. يا نهار اسود البنت مولعة. انا هتصرف معاكي. محمد محمد
عمل ايه؟ اهي هو قال لي ايه؟ البنت مولعه في الثلاث ساعات. عن الدواء ده. الدواء ايه؟ البنت مولعه نار. طيب وانا ما اعرفش اعتمد عليك في اي حاجه خالص. هقوم اديهولها دلوقتي. انا اديتهولها خلاص، انا ما اعرفش اعتمد عليك في اي حاجه. راحت عليا نومه. طب يعني ايه راحت عليك نومه؟ يعني ايه انا سهرانه مع البنت طول الليل ونزلت جبت الحاجه من بره هتسمعيني تاني وعملت كل حاجه وانت وحتى حاجه بسيطه مش عارفه اعتمد عليك فيها. كل شويه هتسمعيني نفس القصيده. ما هو انا ايه المشكله يعني لو اتاخرنا ساعتين ثلاثه؟ يعني ايه المشكله اتاخرنا؟ عادي ان بنتك تعيا صح وتاخر عليها ده عادي. ما هتديها الدواء عادي يعني. المهم يعني انام اخد راحتي في النوم ده اهم حاجه. انما يعني ايه المشكله يعني نمت وراحت عليا النوم؟ بصراحه خالص مشيتي تديها الدواء؟ اه طب خلاص مش مشكله. مهم ان انا نمت شويه كده وريحت. انا بصراحه مش عارفه اقول لك. اه تعالي في حلم حلمت بيه عايز احكيه لك. تعالي بس. حمام. ايوه شمال. في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ متشيك كده ورايح فين؟ ايه يا شمال مالك؟ خارج مع اصحابي. النهارده الجمعه اجازتي وانا خارج مع اصحابي. ما انت طول الاسبوع خارج مع اصحابك، طول الاسبوع بتعمل اللي انت عايزه، بما ان النهارده اجازتك خد بنتك بقى خرجها. اخرجها ايه؟ انا متفق مع اصحابي، انا نازل اقابلهم دلوقتي. احنا النهارده رايحين يعني خارجين كده فسحه مع بعض يعني. لا هو انت تقدر على فكره تاجلهم ساعتين، بنتك اهم منهم. اخرج مع بنتك ساعتين خرجها وديها المول وديها الملاهي شويه ورجعها وتفضل كمل قعدتك مع اصحابك، انا مش هقول لك حاجه. يعني عايزاني اجلهم ساعتين؟ اوكي خليني اقول لهم كده واشوفهم هيقولوا ايه. بس ايه رايك في التيشيرت الجديد بتاعي؟ بابا واحنا رايحين فين؟ والله يا رنسي ماما عايزاني اخرجك النهارده عشان النهارده الاجازه بتاعتي. اه فاخرجك نروح كده المول، نروح نتمشى شويه في الالعاب كده يعني. لا انا عايزك تدخل معايا الالعاب. الالعاب؟ طيب هدخل معاكي الالعاب. كمان تلعب معايا مش كل شويه اقول لك تعالى تعالى. طب ثانيه واحده بقى عشان ايه جالي تليفون. يا عصام عامل ايه؟ يا عبي ستر يا رب. ايه ده اللي حصل؟ منزل اقف اشوف. ايه بابا انت ليه وقفت في الحته دي؟ والله يا رنسي مش عارف العجله تقريبا فيها مشكله فهنزل اشوفها. طب يلا احنا الاثنين ننزل نشوفها. طيب ماشي يلا. يلا يا رنسي استني هنا اشوف بس العربية واجيلك. مفيش حاجة العجلة كويسة. بابا نعم العجلة سليمة كويسة؟ اه العجلة سليمة مفيهاش حاجة. يلا اركب يلا. يا عصام بابا 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 بابا. لا والله ده كان فيلم حلو قوي. معلش ما عرفتش اكلمك وقتها. اه لا لا انا اصلا ما كنتش فاضي. طب احنا فيها تعال نروح النهارده. لا دلوقتي دلوقتي لا ما ينفعش دلوقتي. لا لا ما ينفعش دلوقتي اصل انا رايح اوصل بنتي هوديها الملاهي. اه لما اخلص بقى موضوع الملاهي ممكن نخرج بعد كده مع بعض. طب انا معيش فلوس ولا معايا ولا معايا اي حاجه ولا معايا الموبايل. طب انا اعمل ايه دلوقتي وانا عطشانه وعايزه اكلم بابا وانا زهقانه وعايزه العب مع حد ويعني بابا يعني بابا ما كانش واخد باله عشان جاله تليفون. طب انا اعمل ايه؟ طيب طيب انا جاتلي فكره. انا عندي رقم، انا عارفه رقم بابا ولا
لو اي حد كده ماشي انا هوقفه واخد رقم واتصل بيه واقول له انت مسكني مكان العجل. خلاص وصلنا. يلا يا رنسي وصلنا خلاص. رنسي تنمتي ولا ايه؟ رنسي ايه ده؟ ايه ده؟ رنسي راحت فين البت دي؟ لكن نسيتها في الشارع لما كنا بنشوف العربية. يا نهار ابيض. طب التليفون، التليفون ده تليفونها هنا كمان. طب اكلمها ازاي؟ بنت حتوه، بنت حتوه دي معهاش حاجه. لا انا هروح لها دلوقتي. يا رب استر يا رب، يا رب الاقيها يا رب. ايه الغباء بتاعي ده؟ انا مش مركز. ايه الغباء ده؟ بني ادم مهمل. انا مهمل، انا مهمل. يا رب يا رب لو لقيتها يا رب انا هخلي بالي بعد كده وهاهتم بكل حاجه. استر يا رب. راحت فين البنت؟ ده المكان اللي انا سبتها فيه. يا رانسي، رانسي مفيش حد. راح اشوفها قدام شويه. شيماء بتتصل تاني. ما كنسل عليها؟ هي كنسل عليا. في مصيبة، في مصيبة. يا رب استرها يا رب، استرها يا رب. اعمل ايه دلوقتي؟ انا اتصرف ازاي؟ طب يا رب مش لاقي حد يعني يعيش معايا. هو انا يعني مش هلاقي كده ماما وبابا تاني؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ومش لاقي اكل ولا اشرب حتى. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ولا معايا فلوس، ولا معايا موبايل، ولا معايا حاجه. وعشان انا مش عارف اقول لها ايه. ايه ده؟ مين ده؟ مين اللي هناك؟ رانسي، رانسي. يا ربي طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ مش لاقي حد يعيش معايا حتى. انا عايزك وعايز اشرب. ايه ده؟ من اللي لابس كده وفي عربية حمرا؟ ده بابا. آسف يا رنس، أنا السبب، مش هعمل كده تاني. ما كنتش لاقيه، وقفت واحدة وقلت لها كلمة بابا، وفي الآخر كانت بتقفش. معلش، آخر مرة. أنا بعد كده عمري ما ههمل فيكوا أبداً، أنا هشيلكوا دايماً في عينيا. أنا آسف يا رنس.